السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتوما على خير البنات. نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو، نتوما في صحة جيدة يا ربي. البنات غادي نقدم لكم واحد طبق ساهل وزوين، وكاع الاطفال تيعجبهم البطاطا وتتعجبهم البيض مسلوق. هذا الطاجين ديال اللحم بالكمون، نتمنى تديروه ويعجبكم. دابا غادي ندوزو للمقادير والطريقة، وتبعوا معايا الفيديو. درت غير اللحم، درت ليه واحد 4 كاس ديال الماء بعد ما تشحر اللحم، حيت ما بغيتش نشحرو مع التوابل. شحرت اللحم بوحدو حتى ما بقاش داك الماء، ولا غير المرق اللي طلق، اللي دام اللي طلق اللحم، داك اللحم ديال المنش، وطلق هذاك داك الشويه ديال الزيت اللي تتبان لكم. دابا عاد غادي نزيدو نص كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس، وغادي نزيدو نص حامضة مصيرة، خليوها هكا. نصور بيد ويد تحط المقادير. غادي نزيدو معلقة كبيرة ديال السمن، غادي ندير ليه معلقة صغيرة ديال الكمون، ومن بعد راه غادي نعاود نزيد الكمون. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نشحر التوابل، لانه باش ما يتحرق ليناش الكمون. غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الملحه، غنقصو من الملحه حتى نبات تنضفو. نص معلقة ديال السكنجبير، نص معلقة ديال الخرطوم البلدي، صافي هادشي اللي تيكون. من بعد تنمرقوه، لأنو صافي شحرناه بلا توابل، تنمرقوه، وبعد ما تنمرقوه تنسدو عليه. انا دابا باقا غادي نزيد شويه ديال الماء، وغادي غادي نسد عليه حتى يطيب. عاد نزيد ليه البطاطا. هاد اللحم تيتسمى اللحم بالكمون، راه تيجي بنين ولذيذ وزوين بهاد الطريقه، باش يتنصب تيكون بهاد الطريقه هادي. جربوها البنات، وسهل، ما فيش ماشي، تيجي زوين، ما فيش كثر توابل ولا كثر مقادير كثيره. انا سنديرو، قلت قبيله حتى ما كنتش غنصورو، وليت قلت راه نشاركو معكم. انا دابا غادي نزيدو شويه ديال المرق بيد ما نغطي اللحم باش يطيب، ومن يطيب اللحم غادي نولي نرجع نكمل معكم الوصفه. راه وصفة زوينة. دابا لقيت نشف شي شوية، ست شوية ديال المراق، وغادي نضيف ليه دابا البطاطا. البطاطا تنقطعوها بحال هاك، تنقيوها نقطعوها، غادي نضيف دابا البطاطا. صافي غادي نخليوه نغطيوه، ونخليها دابا طيب على خاطرها في هذه المغرفه. صافي نخليها دابا طيب على خاطرها، بعد ما طيب ونعاود نرجع معكم. ها هو اللحم بالكمون. بعد ما طاب اللحم، زدنا ليه البطاطا حتى طابت البطاطا،
وعاد درتو دابا هكا تنقدمو هكا تيجي. واحد الحاجة البنات راه ما انا ما تنديرهاش، ولكن نتوما خصكم ضروري ديروها، التومة ضروري تتحك فيه 2 دروس ديال التومة. انا راه عندي مشكل، قلت لكم شحال هادي ولادي ما تيبغوش التومة، ولكن هاد الطبق هذا خاصو ضروري يكون فيه التومة. ومن بعد ما تيطيب، راه حنا كنا درنا الكمون فاش نصبتو، من بعد فاش يطيب تنولي تاني نديرو ليه الكمون، تندردرو عليه الكمون. هكشي علاش مسميين اللحم بالكمون، تيجي المذاق ديالو زوين بزاف. وغير جربوه، انا راه حتى كنت غادي نديرو العشاء وقلت راه نقدمو معاكم، لان شي تيعجب ولادي بزاف تنديرو. وهو راه تيجي باللحم الغلمي باش يجي زوين. اللي ما عندوش اللحم الغلمي يمكن اللي يدير البقري، ماشي مشكل، ولكن باش يجي لذيذ بزاف بالغلمي. نتمنى يعجبكم هاد الطبق هذا، وتجربوه وديري ليا اشتراك ولايك. السلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.